عندي نوعين من الشير سيستم، في اير كولد تشيلر وفي ووتر كولد تشيلر. طبعا على حسب الساعة التبريدية المطلوبة بيتم اختيار الشير سيستم. شيلر سيستم، لو عندي مبنى كبير يحتاج حمل تبريدي مثلا 400 طن تبريد، فيكون نظام التشيلر من نوع ووتر كولد تشيلر. ولما بتكلم على ووتر كولد تشيلر معناه ان المكثف المستخدم تبريد مية، وبالتالي هنحتاج للكولنج تاور او برج التبريد. التشيلر سيستم هيتكون من 3 دوائر، الدائرة الاولى دورة مركب التبريد. طب هو السؤال هنا، هو انا ليه محتاج كولنج تاور او ليه محتاج مية عشان ابرد بها المكثف؟ نرجع تاني ونقول الفريون اللي جاي من الكمبريسور درجة حرارته عالية، بالتالي عشان اقدر اكثفه واحوله من غاز لسائل يبقى انا محتاج ان انا ابرده. عندي طريقتين للتبريد، يا اما ابرده عن طريق الهواء او ابرده عن طريق المية. فوق 400 طن تبريد يبقى انا اساس عندي لازم استخدم موتر كولد تشيلر. AHU ايه اختصار لثلاث كلمات؟ Air Handling Unit، بمعنى وحدات مناولة الهواء. نيجي ناخد بقى الديزاين ده، خط الهواء الريترن اللي جاي من الغرفة، قيس درجة الحرارة وقيس الضغط، طلعت اكزهوست بره وخدت كمية منه، يعني اتحكمت في الكلام ده عن طريق دمبر، دمبر هنا ودمبر هنا، طلعت كمية بره وكمية هنا، عملت ميكس بينه وبين الهواء الفريش اللي جاي من بره. بداخل وحدة مناولة الهواء يوجد فان ويوجد فلتر. بالنسبة للفان في حالة توقفها بيقع هنا مشكلة كبيرة، فلا بد من معرفة السبب، ولكن قبل معرفة السبب لا بد من إيقاف وحدة مناولة الهواء كليا. طب السؤال هنا، ايه هو الجزء الذي يدلنا ان الفانة دي تعمل ام لا؟ ناخد النوع الثاني اللي هو DBT، وهي اختصار لثلاث كلمات Differential Pressure Transmitter. Types of pumps used in HVAC، انواع طلمبات المياه المستخدمة في التكييف المركزي. طبعا احنا عندنا في عملية التكييف المركزي بيبقى عندي المية الباردة لها مسار، والمية بتاعت الكولينج تاور الراحة على الكوندرسر لها مسار تاني. في كلا المسارين بستخدم طلمبة مية عشان اقدر ادفع المية. عندي نوعين من طلمبات المية، في النوع الاولاني اللي هو كونستنت سبيد، وفي النوع التاني فاريبل سبيد درايف اللي هو الفي اس دي. عشان ادرس التشيلر في حاجات كتير المفروض اكون على دراية بيها، ففي البداية لازم اعرف يعني ايه تبريد وايه هي التطبيقات المستخدمة في التبريد. نخلي بالنا دراسة التبريد والتكييف بتعتمد على دراسة انتقال الحرارة، لان الهدف من العمل في مجال التبريد والتكييف هو خفض او رفع درجة الحرارة. ومع بعض هنعرف العوامل المؤثرة التي من خلالها ازاي نرفع كفاءة دائرة التبريد، وعشان كده هندرس مع بعض خريطة الضغط.